السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد العزيز حسن في درس جديد من دروس CU for Developer. تمام. درس النهارده هنتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا. CU ليه عدوين مهمين جدا جدا. ما بيعرفش يقراهم، ما بيعرفش يتعامل معاهم، ما بيعرفش يشتغل معاهم، بيعتبرهم مش موجودين أصلا. فأي محتوى بيجيبه عن طريق الحاجتين دول اعتبره إن هو مش موجود، اعتبره إن هو مش هيتضاف في CU ولا هيتأرشف ولا أي حاجة. الجافا سكريبت والفلاش. اي محتوى فلاش السيو مش عارف يرشفه، السيو مش عارف يشتغل معاه، مش هيقدر يخش لك على فلاش ويعرف يتكلم عن ايه والكلام ده. الجافا سكريبت نفس الكلام، عدو من اعداء الد اعداء السيو. اي داتا، يعني الداتا اللي انا لما ادوس هنا دلوقتي على العقار ده جاب لي داتا اسم واللينك و و و اقرا مزيد. الداتا دي كلها السيو مش هيحس بيها ولا كانه عارفها، رغم ان هو لينك وهيدوس عليه والكلام ده، بس السيو مش هيعرفها. تمام. فاحنا بشكل مؤقت هنحاول نشيل طريقه العرض دي من هنا ونركب طريقه العرض بتاعتنا العاديه خالص، اللي هي اللي احنا حطيناها في كل العقارات مثلا، اللي هي الطريقه دي بالشكل ده، عشان يبقى الموضوع اكثر يعني محرك البحث يبقى اكثر لف جوه الموقع او اكثر ارشفه للموقع. فعايزين نعمل النقطه دي. طيب تعالوا نبدا نشتغل عليها. اول احنا عاملين هنا حاجه اسمها هوم كنترولر. الهوم كنترولر ده بيبدا يقول لك هنا شغل لي الفيو اسمه هوم. تمام. فاحنا نروح هنا دلوقتي على الريسورسز، ومن الريسورسز هنروح نفتح الفيو اسمه هوم، نبدا نشوف بيجيب الداتا ازاي. ده اوزن ويلكم بيجيب الداتا ازاي، وهنا بيجيبها عن طريق ان انا بجيب الموديول على طول. طبعا هنبدا نغير فيها شويه. اوكي، مبدئيا تعالوا بقى نشيل ادي الديف اللي اسمها مين اللي فيها كل حاجه. ماشي، ادي اليو ال بتاعتي، وادي الديف اللي هي بتظهر فيها الجكويري. مش عايز كل الكلام ده، ارميه في الزباله بالشكل. تمام. اروح على الهوم كنترولر. عايزين بقى احنا الفانكشن. طبعا الفانكشن دي مش موجوده هنا. تعال نشوف الروتس بتروح فين، اللي هي ويلكم بتجاب ازاي. ويلكم دي عن طريق تمام. تعال نشيل الفانكشن دي، نقول له لما يجي لك هنا روح لي على الهوم كنترولر شغل لي فانكشن اسمها ويلكم مثلا. هناخد ويلكم دي ونروح نعملها في الهوم كنترولر، نقول له هنا فانكشن اسمها ويلكم. طبعا هتاخد هنا البيو بيو، طبعا راح اضمن هنا البيو على طول. يوز اب بيو. تمام. هقول هنا ان البيو يساوي بيو وير، لما يكون البيو ستيتس بيساوي واحد، يعني لازم يكون مفعلة order boy id dsc، يعني هاتلي الاخير اولا. ونقول له هنا جيت مثلا هاتلي الاول، هنقول له هنا take هاتلي مثلا اخر، هيبقى 4 3. ماشي، نقول له هات لي اخر 18 عقار متضافين عندك في الموقع. بعد كده اقول هنا return الفيو اللي هو اسمه welcome. بس طبعا هنعمله كومباكت الاول. كومباكت ابعت لي البيو بتاعك. طبعا احنا عاملين كده كده اصلا المكان عاملين هنا. تعال نروح هنا على الاول، ناخد منها بس الجزء ده كله. احنا الاول محتاجين طبعا الهيدر ده، نروح على الويلكم. هو كده كده في اصلا هيدر. تعال بس ناخد المحتوى بتاعه.
اوكي. و بالنسبة للكونتنت بتاعنا ادي اللي انا عايزه. اوكي ناخد من اول الدفاية دي كده. نحطها هنا في المين. طبعا هنا هتلاقي في ديفاي فوق، كام ديفاي هناخدهم برضو اللي هما الكونتينر والرو، ودي برضو دي. الرو مقفولة، الكونتينر مش مقفول. ناخد واحدة كده تاني تشيك في مشكلة في الهوم كنترول 25. فين 25؟ نحط السيمي كولن. ريفرش في مشكلة، المشكلة هنا يقول لك ايه؟ اوردر باي، اوردر باي غلط. اوردر باي اوكي. في هنا بيقول لك undefined variable اسمه بي اول. بي اول او تمام، هو اسمه بي او، بس احنا ممكن نحط جي اصلا، سيبها كده تشتغل عادي. هي كده كده متغير اسمه بيو، احنا بعتين اسمه بيو. طبعا ده برضه نفس الفكرة، بيو. ايه تاني؟ طبعا لأننا في باجينيشن، فاحنا مش محتاجين اصلا الباجينيشن ده، لأن كده احنا عايزين نظهر ليميت بس. تمام، اللي ظهر الشغل بتاعي بالشكل اللي انتم شايفينه. الكلام ده جميل جدا جدا جدا. طيب يبقى انا كده في الرئيسيه بتاعتي قدرت ان انا من خلال ان انا اشيل الجيكوير بتاعتي اخلي الرئيسيه الكونتنت بتاع الرئيسيه او محتوى الرئيسيه برضه يبقى مقري بالنسبه للمحرك البحثي، يقدر يخش يارشف الحاجات دي كلها. طبعا في الاول لما كان يخش يلاقي شويه عقارات مش عارف يارشفهم، تمام؟ لما دلوقتي هيخش يقدر يارشف العقارات دي لان هي عباره عن محتوى حقيقي موجود جوه الصفحه. طيب تعالى نعمل بس لوج اوت كده نشوف هل في مشكله انا اعمل لوج اوت هنا عندي ولا الدنيا تمام. لا الدنيا مظبوطه، مفيش اي مشكله، مفيش اي اخطاء عندي بالشكل اللي انت شايفينه. تمام، الدرس الجاي نبدا نتكلم عن معيار جديد ونشوف الدنيا في ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.